والقدر هما حاجات ما نجموش نهربوا منهم، وأكيد كل شيء بمشيئة الله سبحانه. ومصعبها وقت اللي يكون القضاء والقدر صعيب برشا، خاصة إن يبدأ فيه المرض اللي يتم والفقر. وقتها يبدأ حمل كبير برشا على ظهر العبد، وخاصة كيف يبدأ يحارب في الدنيا وحده ومعه نوارة هي اللي خرج بيها في الدنيا. رغم عمرها صغير إلا إنه أملها وعذابها كبير. هذا الكل تراوه في دموع الحرقة في عينيها بعد ما حب ربي إنه يتوفى رجلها ويخليها مريضة بتخثر في الدم، ومصاريف العلاج كانت غالية. أميل شبي أختي شبيك تبكي؟ والله ظروفي تابعة على الأخر، أنا معناتها ما في حاليش، راجلي متوفي وعندي ولايد يغرق كل شيء، أنا مريضة بالكونسر في الدم، تخثر في الدم، وحالتي تابعة متأخذ رمعتها وكوجينا بشتيح علي في السقعات على الغالب معناتها شنو نقول والله العظيم. احنا خويتك جينيك يا امين، ما تبكيش. صدقوني راني تعبة على الاخر، والله اكثر واحدة تعبة لنا هو انا، والله العظيم اكثر واحدة تعبة لنا هو انا. من فضلكم عاونوني، من فضلكم تلفتوا لبعين الرحمة. انا لهناش هكا ناري طلع لي من غاديك، قسما بالله ولدي يفطر في العليب بانت غاديك، والله العظيم يفطر في العليب بانت غاديك. فايتانيتش عملت كي صبت شتي دامت علي وليد نطف في ربي هكاك ونقول يا ربي ما صبت تشوف ولدي بعد الموت، ما صبت تشوف ولدي حتى درجه بعد الموت ميساج، وبتنا هكاك وتعبين بتنا واقفين، صدقني قسم بالله ما يجري تحتنا واحنا واقفين. يقول يا ماما ما تحيش زعما البيت علينا، قلت له لي كاتبوا ربي تحوى. رجلك وينو يا امير؟ متوفي. تعيش انت؟ نعيش تحت رحمة العباد، معناتها تحت رحمة ربي سبحانه، تحت رحمة العباد معناتها نفرح كي تقول علي حد، صدقني نفرح على خاطر ولدي مش على خاطر نفسي انا، معناتها نسياش نعرف كبيرة ونصبر، اما ولدي ما نعرف يصبر وكل شيء، ما عندوش معناتها قال يحس يقول يا ماما شبيك تقول هذاك كاك، شبيك الوليد كاك يفطر يا ماما، شبيك الحاجة ذيك كاك، نقول له يصبر اصبر، اقرب بقرايتك تطوس، بقرايتك تطوس ميساش يعيش ولدي يتحملها معايا. قداش عمر ولدك؟ يقرا سنة خامسة، 10 سنين. شنو تتمنى انت تا؟ يتمنى معناتها يحسنوا لي ظروفي تاعب على الاخر، يحسنوا لي ظروفي، يعملوا لي برشا حاجات معناتها اللي نحب اكثر على خاطر ولدي معناتها، اما على خاطر انا معناتها الحمد لله الواحد يقول ديما الحمد لله، والامل الوحيد هو ولدي، ولدي ما نحبوش مقهور، ما نحبوش عايش تاعب معناتها في وسط الناس، وكان تسالوا عليه يقول لك الناس الكل يقول لك بارك الله عليه ما شاء الله عليه، كل مباراة هذاك مصلي على النبي ما صبت ولدنا احنا معناتها مش ولدي، والحمد لله وكا تبارك الله عليك مازلت صغيرة يا أمي. عايشك. أما مع المرض ما ثماش صغر، والله صدقني وقتي مع المرض ما ثماش صغر، كنت نجم يا ريتني جيت مصابتي سايحة معناتها، أما لا غالب مرض هو اللي طيح مولاي معناتها. شو عاملة في قراية ولدك؟ أنت شريتوا الأدوات ولا؟ والله الناس هي اللي حن علي، ما شريت شيء، أنا ديما ما نشري شيء، ديما الناس تعطي، ديما ولدي يحس أكثر حاجة يقول لي ماما شبه ديما الناس تعطي فينا، نقول لا غالب ولدي، وكان جيت أنا صحيح معناتها نخدم على ولدي، أما لا غالب وقت تشوف مرضي متطلب معناتها أكثر حاجة أقل حاجة 500,000 كل شهر، أقل حاجة 500,000 كل شهر هذيك. مش عاونة في مصاريف الدوية؟ والله صدقني الناس المؤمنة معناتها هم اللي يعاونوا فيا، أنا ما عنديش معناتها كل يوم. الله غالب، واكثر حاجه اللي هي تستحق لها هي الدواء والماكل، وولدي معناتها المعيشه نتاع ولدي نحبها تتحسن. هذا اللي أثر زيت على ولدها ياسين في عمر الزهور، اللي رغم الظروف الخايبة اللي يعيش فيها ممنعتوش إنه يكمل قرايته ويتفوق ويتحصل على برشا شهائد. نراو الأمل والوجيعة في عينيه، وتأثره كان كبير على وضعية أمه ومعاناتها.
أمنية بسيطة مسكن فقط يأوي هو وأمه من برد الشتاء، خاصة إنه دارها وضعيتها خايبة وقادرة تطيح في أي وقت. الطفل صغير أما فاهم الدنيا واعي بالظروف وحاسس بالاحتياج اللي يعيش فيه وبألم ميمته اللي أمنيته الوحيدة يفرحها ويراها مرتاحة. ياسين حكي لي شو عام في القراية؟ في القراية معدلاتي من أحسن المعدلات، أنا معناها من الأوائل وكل شيء، نستحق معناها الإعانات وكل شيء. أنا من معدلاتي من 19-24-16-70-18-21-17-44-17-24 تبارك الله ذو ماكا كل الشهيد تفضل الشهيد شهادة شكر في شهادة شكر في السنة الثالثة وشهادة شرف وشهادة شكر في السنة الأولى وشهادة شكر في الأولى والثانية. معناها أنا ناجح في خيط وكل شيء. نحب نطلب باش تخليونا معناها في البيت هذي، خاطر البيت هذي راهي متاع الحاكم وكل شيء، نحب نقعدوا فيها خاطر احنا معناها مرة لولا سكننا لهنا، واحنا سكننا لهنا حتى كنروحنا خلايتي منلقاهاش بعيد علي. كيت فيضانات شو عملت؟ كيت الفيضانات لحيت من غديكا وين معناها كل شيء يقطر، بتنا معناها على الفوتاي هذايا، بتنا حولناها غديكا وبتنا عليه ما لقدناش. شو تتمنى انت ياسين؟ انا نتمنى نقعدوا هنا في دارنا ونتمنى معناها نصلحوا دارنا شوي. شنو تحب تصلح بالضبط؟ نحب نصلح الكوزينة ونحب نصلح البيت هذيكا والتواليت. بيك انت محليك ياسين؟ في بالي. Thank you.